مشاهدي قناه شوف تي في غنبداو معكم هذا المباشر وهذه القصه الانسانيه اللي انا باغيه جميع المغاربه ومشاهدي قناه شوف تي في يتعاطفوا معها. قصه ديال هذه الميمه الحنينه، الله يسمح لنا من الوالدين والله يسمح لنا من الامهات، واللي عنده ميمته الله يخليها ليه، واللي ما عندوش الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور. شكون هو الصدر الحنين وشكون هو القلب الحنين وشكون هو كاتم الاسرار وشكون هو ساروت بيتك وشكون هو شكون الحنين وشكون اللي يعنقك الى بكيتي وشكون كيحس بك الى ضاق بك الحال، شكون كيهزك الى مرضتي، وشكون ما يفرطش فيك ولو تولي مختل عقلي. هذا هو حال الامهات وخصوصا الامهات المغربيات اللي يخطي على شي واحد ميمته. اكيد ذكرتوا الشاب اللي كنا لقيناه مريض نفسي، لقيناه وسط واحد الزباله، حالته مسكين حاله، الذباب مجمع عليه، المتشردين كيتبولوا عليه. درنا واحد النداء والحمد لله جاوا العائله ديالو وصدق ولد عائله وعائله يعني عريقه ومحافظه، وجات الميمه الحنينه كتجري. حيت كيف ما قلت كيف ما قالك حتى شي حولي ما كيتقلوا عليه كرونو، الحمله خناس كيهزهم عليه. هاد الميمه عانات وقاست مع هاد الشاب هذا اللي سنين هو مريض، واليوم من بعد ما لقيناه في ديك الحاله وجات الام ديالو دخل المستشفى السقاط، ومن بعد كيلقاو بان في كوفيد 19، والسيد كان مليوح في الزنقه الحمد لله اننا قدرنا نقدوه وجبناه المستشفى بوافي، والان في العلاج وكيقولوا الاطباء انه لا شويه. ولكن هاد الميمه بغات توجه واحد النداء للمحسنين وللسلطات ان هاد الولد خصو يتعالج. السلام عليكم اميمتي، ما فرطتيش في وليدك حبيبتي، عاودي لنا اميمتي شنو النداء اللي تبغي، اش بغيتي لوليدك؟ بغيت الله يرحم الوالدين والله يستر والله يخلي لنا سيدنا والله يشافيه لينا والله يطول عمره اللي داير فيه بشعبه الخير وبالشعوب جيرانه حتى هو تيتفكرهم يا ربي. هو مؤمن على كل من واحد، تنطلب من السلطه ونطلب من كل شيء. وليدي تيضل يطلب دراهم كارت علال، يدور يطلب الدراهم ويشري قرعه ترانكول صغيره تاع 800 ريال ويضل يشرب فيها. ولدي ما يضرب، ما يشير بالحجر، ما يعير، ما يسب، حاشاك يجي بايل على حوايج يقطر بالبول ويجي للدار شبعان لانكول. انا بغيتو يداوى ليا من الادمان، تنطلبكم انا بغيتو حيد لانكول وحيد هاد الشيء اللي تنقول. يا ربي الله يصلح لكم التريكه ويصلح لكم وليداتكم، والله اللي مريض الله يشافي امه محمد كلها، الله يشافي المسلمين كلهم، وليداتي وليدات الناس كلهم وليدات الشعب كله. يا ربي الله يشافي. ملي كيجيك اميمتي وكاكبيل في سروالو ولا الكل شنو كديري؟ كتدخليه؟ تندخلوه يقول لك ناكل ناكل، نعطيه الماكله ياكل، نبدل لي حويجاته وينعس يصبح فايق. والشهر تاع رمضان تيصومو راه بشود الدرب وبشود بالحومه كلها، حي الامل وحي الفرح. يبقى يومين يصوم رمضان، نهار العيد في العشيه يمشي يقرب على لانكول يشربوا، ورمضان تيصومو. وهذا الشيء اللي تنقول. وليدك عزيز عليك اميمتي. امين. وولدي عزيز عليا وكما عزيز عليكم وليداتكم، وانا طالبه الله يشافي الجميع والله ينصر سيدنا والله يعطيه صحيحته والله يطول لنا عمره والله يشافيه لينا والله يخلي لي وليداته وبنيته وليده واخواته وكل شيء. كي داير الحاله الصحيه دابا ديالو؟ كي داير؟ اش قالوا لك الاطباء؟ قالوا لي شويه لاباس الحمد لله، تيقولوا لي لاباس الحمد لله. عمرك ما شتيه كدوي فيه على التليفون؟ في التليفون تندوي معاه. في الانعاش ولا في العادي؟ حيدوه من الانعاش طلعوه العالي. ايوا الحمد لله. هو راه اذا ولا بخير. قايم به هنا بعد بوالوافي، الحق الحق قايم به قايم به قايم به قايم به. البارح راه قال لي هذوك السكيتيريا قال لك اللي عساسين في الباب قال لك خرج عرفوه، قالوا لي فين غادي؟ قال لي نشتري كارو رجع، قالوا لي راه حطينا لك الباكيه تحت المخده، قال لي بصح؟ قالوا لي ايه اطلع ما بقى رجع. وما قالوا لي ما حطينا ليه تبكية، بغينا سكتوا باش يطلع وطلع لبلاصته وعاود نعس. تنطلب من الله دابا حتى الادمان راه حيدوا هاد الايام اللي قلت. تنطلب من الله وسيدنا، وبغيت ولدي حيطلب الدراهم وحيد لانكول وحيد لانكول وحيد لانكول وحيد هاد الادمان. تنطلب سيدي ربي وسيد ربي وقف معايا وسيدنا الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله يطول لي العمر الله يطول لي العمر، الله يجعل الحكومه ديالنا طالبه ليها العز
الطالبة اللي تيسير وطالبة هم يكونوا خوت بعضياتهم شادين بعضياتهم، لا فرق بيناتهم، لا فرق بينات الشعب ديالنا. يا ربي آمين. شنو سبب أمي نتا هاد الوليد كان كيقرا كان كتقريه بالفلوس؟ كان يقرا بالشعب الزموري ب 5000 الشهر، ملي كانت بشاري حمد الصباغ رهبت عاود حولت الراشد الداخلي كان يقرا ب 10000. شي شويه بقى انا نسكن في حي الامل الاول، تصاحب ليا مع ولاد الدرب كبير التبلة ولا يديو سيدي صاري ولا يديو البحر ولا يعطيو الشراب ولا يشرب ولا تبلى ليا بالشراب. هادشي اللي كاين. وفي طيح على راسو من طيح في الدروج وكان ناعس كوما 20 يوم هو في كوما في ميريزكو. وخرجوا ليا قالوا يدي ولدك ولا نديو لطيط من الليل. كانت معايا واحد الاخت ديالي قالت لي طيت من الليل ما غاديش يتهلا لك فيه، دي ولدك لدارك. ديته لداري هذا هو السبب اللي كاين. ومن تما وانت كتعاني معاه وانا تنعاني معاه وقاسيه معاه هذا الشيء اللي كاين. انا بغيت دركا بغيت ولدي حيد منه الادمان، بغيت ولدي صح ليا. الله يشافيه لك امي. وحنا حتى حنا كنوجهوا نداءنا للمحسنين وكنوجهوا نداءنا للسلطات انهم يعاونوا هذه المهمه، والله يسمح لنا من الوالدين. راه كيف ما قلت راه هي اللي ما تعيا، ما تقول اح ما تقول عيت، هي المهمه. راه كل شيء عياو بك، كل شيء تقل عليهم. عيد وليدي راه في اخبار الدكاتير كلها مسدود ليا جوج عروق تاع في القلب، وعدي لاكيس كنت خدامه خدامه بدراعي ماشي موظفه، وقالوا لي نسرحهم لك. واش كنتي خدامه امي؟ في الشركه ديال الخيط ديال ديره دارت فايت. شركه فرنساويه في لاجيروند حدا الخوارزمي، كانت مساميه على الخوارزمي. ودركا راه دركا انا دركا تنطلب دركا بغيت ندير شويه ونمشي نسرحهم. قال لي راه لاكيس تعاونك، مشاركه في لاكيس في 1968 ملي كان في حي المحمدي ماكازا قبل ما يبنيو هذاك، ملي كان باقي عاد ماكازا مشاركه فيه. كنت نتخلص للدري 320 الدري باش كنت نتخلص 120 ريال اييه باش كنت نتخلص 17 ريال 17 ريال الساعة باش كنت خدامة النهار الأول. راكي مناضلة أمي أنت، مناضلة بيضاوية ما تبارك الله عليك أمي، ما تبارك الله عليك. الله يشوف من حالك، الله يشوف لك من حال وليدك. وحنا فرحنا ملي تلاقيتي بوليدك سيمانة وتتقلبي عليه. كان معاوني واحد الدري ولد خويا الله يخلصه ويخلي لي وليداته، ولدت لي بنيته في فرنسا ومشى لفرنسا مقابل بنيته. هادشي علاش كان سي كان يوقف معايا في اي حاجه. خطاني هذاك الولد ما كاينش جناحي طاحوا. تنطلب خوتي كلكم، خوتي كلكم المسلمين خوتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يشوف من حال هذه المهمه والله يشافي لها وليدها. وكنتمناو انه يتشافى من كوفيد ويمشي يتعالج من الادمان، لان ذاك الادمان هو اللي تقريبا دار ليه واحد الاضطراب نفسي وكان غادي يقدر يدير ليه خلل عقلي. الى ذلك الحين مشاهدي قناه شوف تيفي نختم معكم هذا المباشر، الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.